على التليفون سيادة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. برحب بحضرتك معانا يا سيادة النائب. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي تقرا الخبر ده والمؤشرات اللي خرجت عن زيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي؟ ده يؤكد ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح وماشيين في الاجراءات الاصلاحية الصح، عشان يعني ده كلها بيؤدي الى انه ان احنا بنقول ان احنا احتياطنا بيزيد، يعني دليل على ان احنا بنتحسن. كل اجراءاتنا الاقتصاديه اللي احنا يعني خدنا بيها قرارات في الفتره اللي فاتت هي قرارات صحيحه 100%. طيب اذا كان في حضرتك عارف انه مع كل خبر ايجابي بيطلع فيه حاله من التشكك، حاله ايضا من الانتقاد، اللي اتكلم عن القروض، اللي اتكلم عن الديون، ويمكن حتى في الخبر احنا بنقول ان احنا مصر سددت 12 مليار دولار خلال 2018 واجمالي سددنا 30 مليار دولار من حجم الدين في 2017. بس الحاله دي انه يعني حقيقه ارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي في مقابل الضغوط الاقتصاديه و القروض والمنح اللي تحصل عليها مصر. طيب خليني اقول لحضرتك، هو احنا لما خدنا القرارات الاقتصاديه بتاعتنا في الفتره اللي فاتت قدرنا ان احنا نحاول نخلي الناس تتحول من اقتصاد استهلاكي لاقتصاد منتج، ودي الخطوات اللي احنا بناخدها في الاتجاه ده. ده بيؤدي انه استهلاكك للعمله بيقل علشان انت بتبتدي تنتجي وبتقللي حجم الاستيراد، كل ده بيزود لك الرصيد اللي عندك. الحاجة الثانية الأهم إن إحنا في حركة الإصلاح دلوقتي حضرتك عملنا شوية إجراءات ورفعنا سعر الفايدة على الودائع، بقى خلينا العاملين اللي هم التعويلات الخارجية تبتدي إنها تخش وتزيد أكتر، لأن لو اتفرجتي على اللي حضرتك شفتي الأرقام هتلاقي الأرقام معدلاتها بتزيد من فترة لفترة، لأنه الناس شايفة إنها لما تدخر هنا هو البلد احسن لها. الحاجه الثانيه الاصلاح التشريعي اللي احنا عملناه من قانون الاستثمار، من تعديلات في قانون الشركات، كل ده بيخلي المستثمرين يبتدوا يضخوا اموالهم جوه البلد، وهيبتدي في الفتره اللي جايه تزيد اكتر مع التحسن ده، يدي مؤشرات ايجابيه. طيب خليني اقول بلسان حال المواطن العادي اللي بيسمعنا دلوقتي، يعني انعكاس ده على حالي انا، على ارتفاع الاسعار، على الوضع الاقتصادي، على الدخول، احتياطي النقدي الاجنبي لما يرتفع ده ينعكس عليا انا كمواطن بسيط ازاي؟ هينعكس على حضرتك ان انت حولتي اقتصادك من اقتصاد مستهلك لاقتصاد منتج. هيبتدي ان انت بتنتجي، يعني بتقدري تتحكمي في السعر وبتنزلي بالسعر احسن من ان انت تستوردي الحاجه. الاسعار بتاعه المنتجات بتاعتك هتقل نتيجة انه السوق هيبقى فيه عرض اكتر، بس الاسعار هتقل. هو ده احنا مشكلتنا في السوق ان العرض قليل، كل ما هتزودي العرض وهتنتجي وتزودي العرض الاسعار هتقل شوية. سيادة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، شكرا جزيلا، ونتمنى طبعا ان ده يتحقق في اقرب وقت. احنا عارفين وحاسين طبعا انه شوية الوضع اختلف، شوية الاسعار اتحركت يعني للنزول نوعا ما، لكن محتاجين شغل كتير ومحتاجين استثمارات وتصنيع، محتاجين فعلا البلد بجد تقف على رجليها الفترة اللي جاية ان شاء الله تعالى.